لما الامتحان زي السات مثلا الاس اي تي اللي هو الامتحان الدولي بتاع الدبلومه الامريكيه ما يشتغلش عشان الكورونا، هنقول بقى دي مسؤوليه الحكومه المصريه. ما اشتغلش عشان الكورونا ولا ما اشتغلش عشان اتسرب؟ الاول عشان الكورونا، في فتره كان ما بيشتغلش في العالم كله هو والاي جي وغيرهم، وبعدين السات بالتحديد بعد كده لما رجع كل مره كان بيتم تسريبه في مصر للأسف، ومش بس السنة دي، من قبل الكورونا كمان. والامتحان ده بقى بيجي منين؟ بيجي من واشنطن، ما بيجيش من عندنا. وبيجي هنا للطالب ازاي؟ عن طريق مؤسسة أمريكية هي اللي بتنظم عمله داخل مصر، وبالتالي لما يحصل فيه تسريب ده خارج الكنترول بتاع وزارة التربية والتعليم خالص. نفس الشيء في البريطاني، البريطاني الامتحان بيجي يا من كامبريدج يا من أكسفورد يا من بيرسون، بيروح للبريتش كونسل، البريتش كونسل بتوديه المدارس في منظومة، منظومة البريطانية ماشية كويس عشان الأجهزة دي الأسماء دي مشغلاها كويس. الألماني ماشي كويس جدا، الفرنش بتاع. المشكلة الوحيدة في الأمريكان، لأن أمريكا بطبيعتها ما فيهاش منهج موحد، كل ولاية شكل. ففكرة إن إحنا هنا ساعات إيه عشان نبيع حاجة، يعني إحنا عندنا تحفظات على جودة التعليم الأمريكي، في مدارس كويسة جدا وفي مدارس مش كويسة، ده من حيث المنهج، ده لسه دي هنحاول نسيطر عليها، لأن مفيش في أمريكا جهة اعتماد واحدة للمناهج. الجهة اللي بتدي الامتحان اسمها كوليدج بورد، وهي ليست جهة حكومية، دي مؤسسة غير هادفة للربح، هي اللي بتعمل ده، تتقاضى عليه فلوس، وظيفتها الوحيدة الامتحان. فلما الامتحان وقع الناس بتنظر لوزارة التربية والتعليم وتستخدم لغة زي دول ولادكو وبتاع، ماشي انت اخترت تخش هنا، ده مش تبعنا. ومع ذلك احنا اعتمدنا. بس هو ينفع يبقى مش تبعنا؟ يعني ينفع طبعا. ازاي يبقى مش تبعنا؟ هو على ارضي، هو فوجئ بحاجة موجودة بقالها سنين، هو مش تبعنا من الاول وهو يعلم ذلك. طبعا ينفع، يبقى تبعي ازاي؟ انا مسؤول عن، وانا ينفع اروح افتح في بريطانيا مدرسه مصريه وابقى مش تبع نظام التعليم البريطاني خالص، ولا يتحكم فيا ولا يتدخل القائمين على التعليم في لو كان في الناس اتفقوا مش عاوزين تعليم اجنبي في مصر نقول كده، بس انا لما جيت هنا كان في تعليم اجنبي بقاله 50 سنه في مدارس أمريكية وبريطانية، القرار ده مش احنا اللي خدناه، نجينا لقيناه تمام. هي وفي مدارس على فكرة لمعلومات حضرتك موجودة في مصر ومش تبع السفارة ومش تبع الوزارة، وبنحاول نسيطر عليها. وأخيرا المدرسة البريطانية في اسكندرية اللي أهلها بيستغيثوا بالرئيس وبرئيس الوزراء وكل حاجة، في مدارس مش تبع أي حد، لو سألت السفارة البريطانية يقولوا لا مش تبع، طلعت تبع مؤسسة خيرية في إنجلترا. ولكن خدت الترخيص منين يا معالي الوزير؟ نعم، مين اداها الترخيص؟ ما كانش عندها ترخيص. ما كانش عندها ترخيص، لا. ما هو بتاخد شهاده اجنبيه يا فندم، هي بتدي اي جي، الاي جي هو اللي معترف بيه كشهاده. واولياء الامور بيقولوا والله احنا مبسوطين الجوده كويسه ومش زعلانين، احنا عاوزين المدرسه. طيب المدرسه دي بتدرس عربي ودين، انا رحت لهم في 2017 عشان اتاكد انهم بيدرسوا عربي ودين، لقيتهم حاطين العلم البريطاني فقط مش علم مصري اصلا، فعملنا بروتوكول عشان يحطوا العلم المصري على الاقل يعني، ونحط العربي والدين وكمل بريطاني زيك زي غيرك. انما ده الجزء اللي ممكن نتحكم فيه، انما في الاخر الجزء الاساسي هنا ان ولي الامر وهو يدفع مقابل هذا يعلم ان هو داخل مدرسه كانها في انجلترا او في امريكا او في، ليه؟ بدليل الشهاده الاكاديميه مش تبعنا، مش بتاعتنا اللي هي الثانويه العامه.